ابتدي معاكم فقرات اليوم بالمركز الطبي التابع لمدينة الملك عبدالله الطبية، اللي يتميز بتقديم العديد من الخدمات والفحوصات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف فئات المرضى للوصول لأدق النتائج اللي تساعد في عملية التشخيص والعلاج. قسم الأشعة بالمركز في هذه التقرير. يعتبر قسم الأشعة بمدينة الملك عبدالله الطبية الواجهة التي تعكس التقدم التقني الموجود بالمركز الطبي التابع للمدينة، حيث يعتمد القسم على التقنية الرقمية وعلى نظام أرشفة ونقل صور الأشعة على أجهزة متفوقة تعطي أدق التفاصيل، وهناك أجهزة لتصوير المخ والقلب والجهاز العصبي والهضمي، كما توجد أجهزة لقياس هشاشة العظام ونسبة الدهون في الجسم والعديد من الأجهزة الأخرى التي يقوم عليها استشاريين من الجنسين. طبعاً هو المركز نواة لمدينة الملك عبدالله، راح يتم إنشائها قريباً إن شاء الله. وهنا في قسم الأشعة احنا نوفر خدمات تشخيصية لمختلف أنواع الأشعة، الإكسري، الأشعة المقطعية، الأشعة الصوتية، أشعة الرنين المغناطيسي، أشعة الماموغرام، كثافة العظام، كل أشعة متوفرة، بالإضافة إلى أشعة رباعي الأبعاد للحمل. طبعاً الأجهزة اللي موجودة في القسم كلها أجهزة حديثة ومتطورة، النتائج تكون سريعة، مستوى الصور أو الوضوح في الصور متطورة، بالإضافة إلى اتصالنا مع مجموعة مستشفيات في المنطقة لتوفير الدعم اللازم من حيث الخبرة في مختلف تخصصات الأشعة التشخيصية. في تعاون بين قسم الأشعة في مركز الملك عبدالله وأقسام أخرى في بعض المستشفيات الأخرى.